السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في برنامج كاريزما على شاشة الواقع الفضائية. مرحبا والله مسهلا، نرحب فيكم اللي تابعنا الآن ونرحب اللي تابعنا عن طريق اليوتيوب بالبث المباشر. الله يحييكم في فقرتكم المعتادة فقرة مذاق، اللي هي اليوم بإذن الله بتوزع 1300 نقطة، 300 نقطة في برنامج الإكس وألف نقطة للفريق الفائز. الله يحييكم ومرحبا ومسهلا. اليوم كان دخول سهيل، كان سهيل جاء ولا لا يا سيف أنتم مناحي؟ الله يلبيك. يقول اليوم الحرارة مهي مرتفعة جدا اليوم. سلام، يلا حيا مرحبا ومسهلا. دعيتوا لنا يرفع عليك الله وجهك. يلا حيا، شلونك عساك طيب؟ سلامة الأسفار. الله يسلم، الله يحييكم. طيب في انتظار المتسابقين الفريق الاول اللي هو فلاح القحطاني ومناحي الرجباني، وعليكم السلام. يا مرحبا ومسهلا، الله يبقيك. وتركي سبيعي وريان ابو حذر، فريقين. وبيكون الشيف، من الشيف يا اخونا؟ شيف عندي غد. طيب شلونك عساك طيب؟ الله يزين حالك. طيب الشيف من هو؟ خن. طيب الحب كيف الحال؟ يلا حي هل بقى؟ يلا حي السلام، الله يبيض وجهك يا طيب عبد الله. شو اسمه؟ مرحبا ومسهلا. مقلوبه لا مقلوبه. شلونك طيب؟ يلا حي كيف الحال؟ شلونك امورك زينه؟ الله يعافيك طول عمرك. الله يبقيك. رب مسالمين. مقلوبه. لا الفريق الاول اللي هو مقلوب الدجاج. مقلوب الدجاج يسار 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 عندك يسار الفريق الاول. وانتم عندكم ايش؟ رز بخاري. رز بخاري مهم مشكله. لو جينا اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير، والله ما نبلى رضاكم لاجلكم نبذل اللي لا يقب مستواكم. جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة. اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير، والله ما نبلى رضاكم لاجلكم نبذل اللي لا يقب مستواكم. جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة. عبد الله والله ما صدنا. ها سلم والله سلمى عسى مؤشر يا ولد. مؤشر ما في داخل اسمك زحلك. انا والله قلت هلا يا رديه. تدري ليش؟ عشان ما اعطانا نقاط سوينا بك. سلمى ايش فيك؟ عقبنا البارح انا مزحلك في اليوم في الليل الصبح الساعه 3 كسر. لا والله رضه رضه رحت مع الكتف وبسك بسيطه. رحت للمستوصف؟ رحنا المستشفى. عطونا اشعه وسويت اشعه خذينا علاج ومعالج. وخمسه ايام ست ايام يروح شرك ان شاء الله. جعلك ما ترى باس. جعلك ما ترى باس. زين يا ما انت بيها في العيال؟ ما في احد هنا؟ في ناصر البريتس. في ناصر؟ لا والله مو بيستاهل ناصر. لا ها مناحي. مناحي لا والله مناحي هو اللي جاء توجه من مكه يدعي لنا ومتبلعنا بيض الله وجهه. حملنا وشلنا. الا خليها في تركي. الا حملنا وشلنا. بيض الله وجهك. حملت وشلت. بيض الله وجهك يا سيف. الله يلينك. طيب ما ترى باس يا سيف ال سالم وجعلك ما تشوف شر ان شاء الله وطهور يا رب. طيب الفريقين، الفريق الاول اللي الطبخه قلنا لكم اللي مقلوب الدجاج، والثاني كبسه بخاري. تمام لبيه. ها غدا كايف والله والله. انت الشيخ هو مقلوبه اعرف الشيخ ذا راعي طلعات كشتات فشته وعزب خابره كل شيء اعرف انا الامور كلها. طيب طيب شباب البسوا ادوات الطبخ ولا عليكم امر. مناحي فلاح ولا عليكم امر. البسوا ادوات الطبخ الله يهينكم. يلا طيب نذكر احنا بنسبق بالسؤال نفس كل حلقه زين وبنعطيكم الاجابه. يقول طعام وش اي ها والسؤال وش يا ابو شنب؟ شوي شوي الله يسعد معليش ما بعجل انا بغيت اذكر سؤال امس. اسمع لي
كيف الحال؟ الله يعافيك. شو الاخبار؟ متى جيتوا؟ البارح. البارح؟ الله الله. كيف اجواء مكه؟ استكنان؟ استكنان بس زحمه والله. زحمه عجز الله. انا زحمه والله. زحمه زحمه. نشهد. اعتمرتوا؟ الله الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الله يوفق. دعيتوا لل دعيت انك كنت تعطيني نقاط. ها؟ الدعوه على حسب انك كنت تعطيني نقاط. اي والله على حسب. استاذ الا دعيت عليك انت. انت مسبب لي خصم تبيني ادعي لك. يلا بسم الله. يلا نبدأ. لا 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 اصبر اصبر خلنا بس ناخذ اتصال. اعطونا اتصال الشيف ريف. طيب السلام عليكم الشيف ريف. وعليكم السلام. حياك الله. معك المتسابقين ريان وتركي. اشرحي لهم طبق اليوم. الله يعطيك العافيه. استقبل اتصال يا ريان. طبق اول شيء مقلوب الدجاج. صوتي واضح؟ لا 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 دقيقه بس مو واضح. تكلمي بشويه. الله يعطيك العافيه. صوتي واضح؟ على عونك بالله. يا ايش اسمه؟ ريف. اول شيء الدجاج مقطع ولا لا؟ الدجاج مقطع. ايه مقطع ارباع. تمام تمام. الخضار اللي هي الباذنجان والجزر والكوسه قطعوها على شكل دوائر. حلو. بعدين قلوها. ايوه نقليها. ايوه بعدها خلاص حطوها على في صحن جانبي وخلوها. ها؟ تمام. بعدها خلاص اذا قليتوها خلوها وجيبوا قدر حطوا فيه زيت. دقيقه دقيقه عيدي. ايه الخضار اذا قليتوها خلوها خلاص خلوها حطوها على ورق او شيء تنشف من الزيت. طيب تمام. ايوه بعدها جيبوا قدر. حلو. حطوا فيه زيت. حلو. لين يسخن الزيت يجي حار. بعدها جيبوا الدجاج اللي قطعتوه وحطوه عليه. يا سلام مظبوط. وقلبوا الدجاج لين يتغير لونه وطلعوه. حلو. بعدها في نفس القدر حق الدجاج حطوا البصل وقلبوه احمسوه. بعدين جيبوا الطماط وكشنوه. تمام. ايوه. بعدين حطوا معجون طماطم ومكعب ماجي وقلبوها. بعدين جيبوا الدجاج اللي طلعتوه وحطوه. يا سلام. وقلبوها. بعدين صبوا مويه عليها تغطي الدجاج يعني وخلاص خلوه. تمام. خلوه يعني على النار وجيبوا قدر ثاني وحطوا الرز فيه وحطوا عليه مويه حاره. حلو. وملح. الله يعطيك العافيه وشكرا لك. الله ايش 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 لا دقيقه صل على خلاص. لا كمل كمل يا تركي. اكتب الباقي اكتب الباقي. بعدها الرز مو بلازم يستوي مره نص استوى يعني. بعدين جيب الكبار. دقيقه. الرز خلوه ربع ساعة وعشر دقايق في الموية الحارة. بعدين جيبوا الخضار اللي قليتوها وحطوها فوق الدجاج. حطوها مرتبة فوق الدجاج تحت. آخر شيء لا القدر اللي فيه الدجاج اللي لا جيبوا الخضار ورتبوها فوق الدجاج. حلو. طيب بعدين جيبوا الرز. الرز طبعا ما استوى تجيبونه وتحطونه فوق الخضار. حلو. وسكروا عليه وخلوه على نار هادية. طيب وبس أهم شيء تسجلون عشان الوقت يجي الرز يستوي. حلو. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. إيه خلاص فهمت. طيب شكرا لك يا شيف ريف. الله يعطيك ألف عافية. طيب الاتصال الشيف الثاني جاهز معنا؟ لا تبدون يا شباب. ريان ريان صبر بس. ها كيف الرسمه؟ لا لا صبر بس دقيقه. لا لا شوي شوي انت تلعب اكسو. ما اللي قال حط الزيت له انت على ما بالي اذا حط الزيت. اي شغل الضوء بس. شغل الضوء. شغل ايش اسمه الغاز له انت. شغل النار. اشغل النار على وجهك. طيب خله لين اقلي الزيت لين يحتر القدر. طيب عبي ولا لا؟ حط زيت شوي انت. طيب فلاح. فلاح لبس كامل الادوات. ما يشتغل هذا. ما يشتغل السالفة تشغل اللي على الراس. خلاص مناحي الغترة تكفي تسد الظاهر. اي نعم بالله. طيب فلاح شوف هذا هين. يلا
ريان ابو حذره ولا عليك امر الله لا يهينك. سم سم طال عمرك مربوط كذا هو خان. طيب الشيف غنت السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو الشبكه عندكم مو تمام لكن الو السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله شيف غنت. غنت طيب معك الفلاح ومناحي اشرح لهم طبق اليوم الله يعطيك العافيه. استقبل اتصال يا فلاح. تفضلي تفضلي اختي غند تفضلي. صوت ما في صوت غند. ما في صوت يا ابو لا يبدون لان بدنا وياهم جميع. لا مو بادين مره. الو الشبكه عند الشيف. الو السلام عليكم. طيب نعاود الاتصال عاود الاتصال مره ثانيه بنعود عليك ان شاء الله باذن الله. ايش قوم هذا؟ ما يشتغل. ريان تعال شغل ذا. لا بعد هلا هلا عنه يشتغل. حط المشخاط. وش ذا؟ يعني تشغيل ما تعرف تشغل. الله اشكرك يا ريان. انت ايش دخلك لا تشغل ولا شيء. يلا هذا يعني بيشغل شغلوه شغل 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 خليه يقول كذا اشتغل. طيب جاهز الاتصال مع شباب بالله قصر الصوت عندي في الاربيز عندي صوت واجد. ايوه هذا ايش رايك مو بحسن انت رجال خبره ايش جعانان طيب انت شغلت اثنين ليه؟ اشتغل ليه ايش تبغى؟ بيقول يقول حط زيت. يلا يلا جيب كاس زيت. كاس؟ طيب كاس مكتوب هنا راح نستقبل مشاركاتكم وراكم وبيكون فيه 300 نقطة 100 نقطة للسؤال و200 نقطة من التاج. تمام؟ أربع متسابقين معنا تركي السبيعي ولا ريان أبو حذرة ولا مناحي الرجباني ولا فلاح القحطاني فانتظاركم الله لا يهينكم أو فلاح العاصمي. طيب بس اكتب الاسم مع تاج كاريزما 22 فقط وأنا بسحب أول إجابة. السؤال بينزل بعد شوي في حساب قناة الواقع في برنامج الاكس. بطاطس ايش؟ شيبس؟ لا لا بطاطس بطاطس العادي ذا. انا ني انا من غير وحدة. وحدة تكفي يا رجال. الحق عليها من ظروف يا ربع لو تطبخون رجل تكفي. الباقي كملوها عقب الفقرة. عرفتوا؟ قشرها. اي احنا غير نبي نطبخ لو كان يجينا كراع. صح ولا؟ صرف. اي نجحت. يلا الاتصال جاهز معنا. طيب استقبل الاتصال بيض الله وجهك. شكرا لك. لا انت ناصر من جاء عليه ولد سموه ناصر يا الربع. ما توفع بهم يشغلنا. لا لا خل يشغلنا يا ابن. لا انت لا انت. طيب لا انت ريان ولا ريان. طيب استقبل الاتصال فلاح فلاح مناحي. مرحبا شيف غنت السلام عليكم. كاس يا شيف غنت كامل كذا. الو ود كاس يا ود. الو السلام عليكم. طيب شيف غند عندها مشكلة في الاتصال لكن معنا هي شارحة هنا ما قصرت. أنتم عندكم شرح جاهز واضح؟ نعم خلاص واضح الشرح. طيب أعطونا التايمر. والله ما تفرح بال 500 سلام. لا أنت الله يرفع قدرك. 45 دقيقة. لا 500 نقطة والله ما تفرح. إي كل واحد 500. لا جعلك تحيا. الكاس الزيت هنا هنا الزيت يا أبوي صب. لا لا هو بيقلي بيقلي. 500 التايمر جاهز. هذا زيت. أنا أسمع 20 واحد هنا و10 هنا ما شاء الله تبارك الله. 45 دقيقة طالع عندكم مشاهدينا الكرام. 3 2 1 انطلق. بيض الله وجهك يا ناصر. لا أنت يا حبيبي. قطع لي حلقات شباب. يلا عطنا الشارة وارفع الصوت يا مهندس أحمد. كم تبي جزء؟ كم؟ كاريزماوي والراس طايل لمركز دايم ما على وايل ومثبت افعالي بالدلايل. انا كاريزماوي انا كاريزماوي انا كاريزماوي
الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبي الا رضاكم لجنكم. كيف الامور تسير يا شباب؟ الامور طيبه؟ كنا نسمع لي هوش اول ايش قوم هنا حريق ايه لا هذه خطه خطه ما هذه فلاح هذه الخطه لا كان بكراء على قولتك. طيب هم خذوا الجزر كله ولا عندنا يا جماعه عندنا. الخير مشاهدينا الكرام متسابقين ابطال برنامج كاريزما قرب لي شويه مخرج الله لا يهينك نودع صاحبنا الغالي اسمعوا يا الربع نودع صاحبنا الغالي الجميل صاحب الضحكه صاحب الحين اتكلم وصوت فلاح يقطع بالسكين طق 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 ما يسمع صاحب الابتسامه صاحب الضحكه عبد الله الزميلي الله يحفظك هو موجود الرجال حي الحمد لله طيب اكتفى بهذا القدر وجاء عنده الله لا 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 جاء عنده يعني الرجال عنده اشغال وعنده بزنس خاص فيه عسى الله يوفقه ويبارك له ويرزقه الحظ الطيب وهو راح لارضاء والدته عسى الله يرزقه برها دامك والله والدتك لا والله ان والدتك ابدا من القناه وابدا من الشباب ذولي كلهم فالله يستر عليك عبد الله ونشوفك باذن الله تعالى البرامج القادمه في السنين القادمه باذن الله تعالى في امان الله استاذ عبد الله الزميلي الله حنا صراحه المشاعر عندنا متلخبطه باسمي واسم المتسابقين سديد. كلهم سديد كلمه يا شباب عبد الله الزميلي الله يحفظه ويستر عليه وكانت من الايام الممتعه الجميله الضحكه ما تفارق والاناشيد ما تفارقه والقصايد والقصايد ولكن عودنا فيها تكفي فلاح ايش قوم الطراطيع اشتغل ايش سوينا اصبر اصبر رقر لا هو راح والله يحفظه يستر عليه يا رب الله يحفظك يا عبد الله عبد الله نشوفك ان شاء الله نتقابل في جبه ان شاء الله اي شيء يا عبد الله تبغاه دق على ناصر الغامدي مو مقصر نجيب حائل ان شاء الله الله يطيب طبعا ناصر الغامدي هو داعم للشباب كلهم معنويا وماديا طيب الله وجهه بديله سم والله تم يلا طيب والله مشكله السؤال نزل يا عبد الرحمن يا اخوي راح انت اعطونا السؤال يا اخوان جيب لي واحد ما يعرف معي اقطع انت طيب. اقطع لي لعبتي انا البصل ايش قومك ايش تبي بس تمام لا خلاص سكين لا مو طيبه عندنا الحين الشيف له اذا فزنا له جائزه الشيف له جائزه ماديه نهايه البرنامج والله ما يشلها منا لا من عندنا والله ما ياخذ شيء والله الا ان شاء الله والله ودي يا ولد وراك ما تحط البصل البصل يقول بعدين يقول طلع بالحاله يا ابن الحلال انت 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 اعمال يا رجال اي والله انا مكتوب انا رجال ان يقول التعليمات لا لا في انقذونا انقذونا يا اخوان يا اعداد انقذ الموقف اي يا رجال حط البصل اي طبخه على طول داي لا لا داي يا رجال والله خاتم اعوانه خلاص هو جاء خلاص خلها لا صحيح حط بس الحمد لله راح بس اقرا اقرا وش يقول ما يحتاج اقرا انا عارف صغير وش والله ما تدري وينها فيه قال اعرف اعرف انت بس روح معي اصبر اصبر تعال خذ وش اخذ يقول ملعقه معجون ملعقه تركي وشلونك الله يعافيك اول شخص يخطر في بالك مجرد ما تسمع كلمه صديق من هو لا تجيب لي من القريه يا تركي عارف لا انا اكيد شخص يطري على بالي اذا قال صديق نعم. ملعقه هذا واحد من الخيش ما بدو فلاح القحطاني امسي عليه بالخير ابو فلاح نعم اي والله راعي العلم الطيب وراعي الوجه واعتبره مثل اخوي والله يبيض وجهه على كل حال يبيض الله وجهك على الاخوه طيب تركي طبعا هو صديق دراسه صديق دراسه من اول متوسط لين ثالث ثانوي يا سلام هو زميل دراسه ولا زميل ان شاء الله باذن الله لمدى الحياه ان شاء الله لمدى الحياه الله لا يفرقكم طيب ها سم تفضل ورق الغار ورق الغار عنها اللي يجيك مثل الورقه كذا
بس انه ظاهر انه مو متوفر. الا 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 موجود الغربي. والله يبيض وجهه بس وين محضرين. انا 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 خلاص مكتوب. طيب بس انا احاول اختبر. اعطونا فلاح 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 دقيقه. قول لا اله الا الله. شوف الشيفة غنج ضبط الاتصال معها وتستقبل الاتصال. وجهك. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، تفضلي يا اختي. معك الشباب. طيب تسمعوني صوت كويس؟ اي نسمعك، تفضلي. اول شيء سخنوا الفرن الشوايه الداخلي. ايوه. عشان ما ياخذ منكم وقت. بعدين حطوا جمره على النار. لما تحمى لما يجوزها مو بالحين. حلو. اي. طيب بقدر الضغط، انا اخترت الضغط عشان اخسر عليكم الوقت. قدر الضغط حطوا. قدر الضغط وش فيه؟ اي حلو ممتاز. انا اخترت عليكم الوقت عشان ما يطول عليكم وقلت قدر الضغط. ممتاز. استخدموا قدر الضغط. كاسه زيت، كاسه الشاي. حلو. قطعوا جزر، ثلاث جزرات طوال او بشروها. ثلاث ايش؟ ثلاث جزرات. حطيناها حلو ممتاز. ايوه قطعوها طوال او بشروها. ممتاز. مو انت تصير. ايوه. والزبيب بالزيت قلبوها لما تذبل بعدين طلعوها على جنب. حلو. بعدين بنفس القدر ونفس الزيت حطوا بصل مقطع صغار. ايوه. وملعقه معجون طماط. ممتاز. وملعقه من البهارات اللي انا كاتبتها لكم. حلو. وملعقه كبيره من الملح الخشن، الملح للرز والدجاج، لا تضيفون الا مره واحده. اصبر اصبر، شوف لنا الملح الخشن. الملح الخشن. حلو كويس. وبعده ايوه بعدين حطوا طماطم ترموه بالخلاط، الطماطم المعلب اللي انا ترموه بالخلاط بعدين صبوه على الدجاج. اسمعوني. طيب واذا ما في ملح خشن نحط ملح ناعم. ايوه ايوه عادي. يلا كويس. ايوه بس حطوا ملعقه ونص لان الملح الناعم اخف من الخشن. ملعقه ملح الناعم نحط ملعقه صح؟ ايوه ملعقه ونص لانه اخف من الملح الخشن. حلو ملعقه ونص كويس. وبعده الدجاج. اي الطماطم بعد ما تفرمونه بالخلاط صبوه فوق الدجاج. حلو. وصبوا مويه وسكروا عليها بقدر الضغط لما يطلع الصوت احسبوا بعدها 10 دقائق. حلو. بعد ما يخلص الدجاج طلعوه وحطوا مكانه الرز وبس وضيفوا مويه عليه. ممتاز. حطوا الدجاج بالفرن اللي حميتوه. حلو ممتاز. تمام. لما حطوا فوق الرز بشوي لا تكسرون المويه. ممتاز. لما يتشرب المويه الرز بعدين طلعوها وحطوا الزبيب والجزر اللي حطيتوها على جنب والدجاج المحمر فوقها. ممتاز ممتاز. طيب الطماط نحط العلبه هذه ولا نصها؟ لا نص العلبه مو كل العلبه. اصبر اصبر. ها وشو؟ نص العلبه. نص العلبه. حلو. ايوه هذا هو. بعدين حطوا الزبيب والجزر قلبوها مع الرز والدجاج وبالفنجان القهوه حطوا زيت والجمره اللي بالبدايه حطيتوها. تكلوا عليها تاخذ النكهه شوي بعدين شلوها. ترى خطوه اختياريه يعني اذا ما يمديكم تحطونها عادي. ممتاز. بعدين صحن التقديم حطوا الرز بعدين الدجاج وزينوها بالليمون. حلو. تمام بس كذا خلاص. بالعافيه. بس الله يبيض وجهك ويرحم والديك. شاكرين ومقدرين لك. شكرا شكرا. شكرا لك يا شيف غند الله يعطيك الف عافيه. طيب فهمتوا شباب الحين خلاص يعني ما حد احد معه هدر الحين. استلم الطارة. طيب اعطني البصل يا ريانه. سؤال دقائق وبينزل. شباب طف سبكر عندي باذن الربع. ازهل ازهل وارقد ارقد. لا والله انا من من طيب ايش قومك؟ ارجع عند خوك. ابغى اجيب ماي بالحلال. يلا بسرعه. خلي العامل يجيب كرتون مويه. بالله يا ريان تعشف كذا على شوي. بالله كلمني دار اجيب مويه. شوف كذا اكو مويه. شوف نحطها
حبيبي انا ضدك بس انا وياك خلاص خلاص انا هذا بكوبه خلاص انت خليك تفوز انا والله النيه كان جايب لك دبه بس بدي اشربته يا بكار تبغى اكثر اثنين يسببون بالدم القديم ما عندي مشكله اي خلهم لا تعلمهم اعلم لك سلام خلني افوز اذا ما قهرتكم هذا كم يا اي وش اللي كنت انت ما تعرف انت انت جاي معي بالواسطه عشان تفوز صح غلط طيب طول عليه طول عليه طيب ما جمع الا وفق بس تركي عدي تركي لا 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 هو كذا بس كذا بس طيب تركي عندي بعض الاسئله مستعد تجاوب عليها تركي الو لبيه لبيه الله يلبيك ها معك معك طيب بسم الله خذ راحتك تركي سبيعي اسلم عطنا كلمة توجهها البندر الشهراني هذا صديقك الله الله مسلم وش تقول له هذا بندر بن فراج الشهراني هذا خويي وعز من خوياي والله الله يجعلني فداك يا ابو فراج امسي عليك بالخير من هنا والله يبيض وجهك ويجمل حالك يجعلني فداك يا ابو فراج لبى والله كبدك تذكر التحضير يا مسداك لا يجعلني فداك يا ابو فراج وشلونكم انتم عساكم طيبين عساكم بخير وشلونكم والله العظيم يا عيال اني هنا مع اخواني مبسوط ومروق ولا طلعت برجع لكم وبرجع لغثاكم وقروشاتكم ولا اني مشتاق لكم ولا بيكم يا سلام طيب تركي هل فيه احد من اخوياك كان رافض دخولك البرنامج او كان داعمين لك ايه ما كان يبون يدخل البرنامج في رجال اسمع عبد الله سالم القحطاني ما كان يبيني يدخل برنامج ابدا عبد الله سالم عبد الله سالم خوينه من هو شو اسمه اسمع عبد الله سالم القحطاني عبد الله سالم عبد الله سالم هي هو اللي تمدح قبل شوي والله العظيم من قبل المقابله بيوم جايني في البيت يحاول يفر مخي يقول له تروح ليش يا ولد قال لا اخافك تتغير وما ادري شو يقول قلت يا ولد ما خلني بروح قال لا انا ما ابغاك تروح ما ابغاك تدخل برنامج ابدا بالله رضاكم لجلكم نبذل اللي لايق مستواكم جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لاجلكم نبذل اللي لايق مستواكم جتكم الواقع بحلة اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لاجلكم نبذل اللي لايق مستواكم جتكم الواقع بحلة حياكم الله مشاهدينا الكرام لا زال الطبخ الجميل الشباب الله يعطيهم الف عافيه بيض الله وجيههم ما قصروا استاذ فلاح كيف الامور تسير على ما يرام؟ تمام الله يا فلاح هم قالوا مكبوس ولا قالوا هم قالوا بخاري بس عبد الله قال نبي مضغوط اهم شيء رزقكم ودقائق طعمه بس بيض الله وجهك اهم شيء انها بخاري فيها نوع من البخاري لا اهم شيء بخاري يا الربع لا يختلف انتبهوا يا عزتي مثل العياد ذاك اليوم قلنا صيادية سمك اضبطوا صيادية السمك بس في حاجة ما فازوا فيها وش هو السمك صيادية السمك لون الرز بني محروق محروق كذا حلو غامق هم خلوها محروق خلوها اصفر خسروا خسروا اشهد انها خسرت يلا طيب
بيض الله بدون مويه ولا مويه. مناح يلا حي يا مرحبا. الله يلبيك، شلونك عساك طيب؟ والله بشرب كل شيء زين. مناح من الاسماء الجميله اللي صراحة أثبتت وجودها من أول أسبوع. الله يطول عمرك. عسى الله يوفقك. اللهم أمين. الحظ الطيب. يا رب يطول عمرك. وأنت صراحة محبوب عندنا كمقدمين. غض النظر والله عن الأمور الثانية. لا والله نتكلم بالشيء الشخصي اللي بيننا وبينه. يا رب. وعنده خياك. في أحد ما يحب مناحي؟ تركي. أنا. هو اللي يسمى بالخصم. ما تحبه؟ وفلاح تحب مناحي يا فلاح؟ ما اللي ما يحب مناحي؟ امشي يا الشيخ. هذا نور الايمان. إيه؟ هذا هو حتى تو معتبر يعني ما يمديه يكتب. طيب طيب مناحي وش يعني لك؟ طيب عرض الصوره خلها بعد شوي يا اخوان. طيب علاقتك باخوياك اللي بالبرنامج ممكن انها تاثر على اخوياك اللي قبل، خصوصا انك الان صرت عندك فلاورز وعندك تصاميم وفرق دعم. بالعكس ما تاثر. البرنامج زي نفس الاخويا اللي برا. يا سلام. وتعاملك مع اخوياك اللي هنا نفس تعاملك معي. بيض الله وجهك. وجه. طيب اخوياك كانوا مؤيدين دخولك البرنامج؟ اخوياك الاولين. ايه. وداعمين لك؟ نعم. في احد اثر على مناحي قال لا تدخل ممكن المجال هذا ما يصلح لك؟ قال بالعكس، قال والله بتبدع فيه. بتبدع فيه؟ ايوه. ما شاء الله. طيب لو حصل زعل بينك لا قدر الله بينك وبين انت واحد من اخوياك، كيف بتتعامل؟ اللي هنا ولا اللي هنا؟ لا هنا. كيف تتعامل معه؟ الرجال جاك ذا الحين في لحظة غضب. تكلم. في هوا ولا برا؟ في هوا ولا برا؟ أنت ما تدري شو السالفة بهتك. طيب. أنت يا مناحي ليش تسوي كذا؟ وأنت ما تدري. كيف تتعامل؟ كيف تتعامل في ذا اللحظة؟ بخليه على وضعه لين يهديهم عشان يفهم الموضوع، لأني لو ناطحته وناطحني ما فهمنا، لا فهمت ولا فهم. يا سلام. لا يجيب صوره خصم عليه. أيوه اسلم. بخليه على وضعه. ايه لين يخلص. لا هذا شفته هذا تكلم سمعت الموضوع. طيب اذا شفته مخطي حتى لو كان مخطي، حتى شوف ساعة الغضب حتى لو كان مخطي ما يسمع منك. تمام. طيب سمعت منه عقب؟ سمعت منه عقب. طيب اي وعلمك بالسالفة واخطا عليك الرجال. طيب اظن فيك واخطا عليك. طيب تزعل عليه ولا بتسامحه؟ اخي ازعل وين يودي؟ والله اني اتكلم جدي. الى متى طيب؟ صح ما في شيء. طيب هل ازعل بيسوي شيء؟ لا والله مو مسوي شيء. ربعات اضحك استانس وخله على باله. بيض الله وجهك على كل حال. بس في كلام عن كلام ممكن احد يجرح بكلمه ولا شيء، طبيعي اني باخذ في خاطري عليه، ممكن اسامحه. شوف انا من النوع اللي اتمشكل معك نص ساعه بعدها تجيني والله ما في قلبي شيء. يا سلام. اقسم بالله اني صادق. اللي يزعل ذا عليك ويرجع لك في نفس اللحظه هذا درين قلبه ابيض. قسم بالله اني ممكن نص ساعه اتمشكل معك بعد نص ساعه تجيني نفس الشيء. يا سلام. بيض الله وجهك يا مناحي. والله يجيب من الحال. هلا مرحبا. ايش عنده هو؟ كيف كيف اخباركم؟ طيبين؟ حياك الله استاذ عبد الله. مرحبا ومسهلا. بالله تحيه لعبد الله الزميلي. هلا 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 ابو زميلي. يلا حي. ذبحنا من نوم حنا. وشلونك؟ شلونك؟ كيف الحال؟ عشان شافك انت مو بكنت. خلنا نشوف الشباب دقيقه. تودع الملاعب. هلا والله مرحبا. ايش اخباركم؟ الله يعافيك. طيبين؟ بالله شلونك؟ يا ولد ما شاء الله. انا يا ولد راحت علي نومه واعتذر والله من الاداره. اي والله عبد الله الزميلي ما حد قعدني. تعال ابغاك. تعال تعال. مرحبا. مشكله انا من القريه ولا حد قعدني. انا احس ما حد قعدني اليوم يا اخي. حتى الباب راد. عبد الله الزميلي حط سوره قران. قلت اقعد احد يمشي من السيب. شفت انا. اي الله يسعدك عبد الله. كيف حالك؟ هلا والله. ما شو اخبارك؟ الله يحييك. شلونك؟ عاش من شافك. والله طيب. احنا والله زعلنا الخبر قبل شويه مش ارسلت في الجروب قبل ساعة انك بتعتذر وزعلنا الخبر والله. لا انا ولا بعلمك ولكن طبعا اول شيء خليني اكمل مفلح انك يوم اعتذرت قلت مع السلامة والشباب قالوا نشوفك ان شاء الله على خير. طيب دقيقة اول شيء انا مكلم الادارة من زمان ومكلمهم ان شاء الله اني اخذ شهر هنا و تطلع. اي وش خليني بروح ان شاء الله اشوف الوالدة واغراض الوالدة. الله يخليها لك. ولكن الادارة والله ما قصرت. بيض الله وجهها. من الاعداد، من الاخراج، من الموجودين، من الشباب كل ابوهم، والله اني اعتبرهم اخواني قسم مثله. اي والله العظيم. واني والله اني اجلس معهم والصبح واستانس وانبسط، والله اني حتى صدري ينفتح. اي والله احاول اني الله اتونس مع الشباب. اي والله الله يسعدهم ويخليهم ان شاء الله. واقول بهاليوم هذا ان الله يخلينا امهاتنا
وان الله يطول باعمارهن وان الله يسعدهن. ودائما والله العظيم في ناس يرسلوا لي مثلا يقول ليش تقول البلبث كذا، لا دائما نذكر الام. الام يا جماعه الخير يعني هي اللي تعرفت معنا وهي اللي وقفت معنا وهي اللي صارت معنا، والله يخلينا امهاتنا ويطول باعمارهن. بمناسبه الام نبغى تهدي شله للامهات. والله شوف امي يلا ابشر بصدى بس يلا عطنا صدى يا مهندس. القلم وين؟ القلم وين؟ يقول ما وفي بغلا امي، ما وفي بغلا امي يا الحبيبه، امي يا الحبيبه، امي يا الغاليه، امي يا الغاليه. الله يحفظ امهاتنا ويطور باعمارهن، وامي تستاهل هالشيله هذه. الله يسعدهن لنا. شو اخبارك؟ شو علومك؟ لا 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 انت استانس، سمعت ان الزمادي مو موجود بس وراك 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 انا وراك وراك انا عشان تروح انا زعلان. انا ليش مطق على الباب؟ تدري يقولون يقولون عند مشوان مفلح حق حطاني عند المغسله. لا لا زعلان. اي مغسله؟ يقول عند شيء جاي زعلان. مغسله عند المغسله. مغسله ايش دخلها؟ مغسله المويه. لا والله لا والله مغسله المويه. والله انا حالف بالله هذا هدي. والله انت انا حالف. قلت والله ما يطلع من مخباك. قلت والله ما يطلع من مخباك. خلك يا شباب. ابي 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 تخلي والله ما اخذه. والله ما اخذه اكيد. هاري اسلم. اي اسلم. ها عبد الله الزميلي ترى يسمعونك، يعني اذا ما سمعناك احنا ثلاثه يسمعونك ملايين ترى. اسلم تشوف يقول لك تمشى مع السيب. السيب فاضي تمشى في الظهر. اي سيب؟ السيب حق الدخول. اي بوليفارد بس وين؟ وين تمشي؟ يقول داخل مع الباب وتغسل وتزين بمرايه. اغسل وش اغسل؟ بمرايه طول عمره مغسل حقت المويه تزين. لا ما يزين. كيف تدخل نايف؟ لا انا ما اتزين، احنا نلبس القطره على طول. ربي وشخصيه. الله يرحم والديك. اسمع اسمع شوف هذا بيحطنا في باص، احس انه بيركبنا كلنا في باص، ومعنا ابو سلطان وناصر وبيمشي في باص، واللي يقود الباص عبد الله الزبيلي، وبيصدمنا في جدار. لا صدمنا في جدار. الاستاذ ناصر خلاص رحنا فيها. الاستاذ ناصر لا تغلط عليه. لا تغلط. وشو؟ لا تغلط عليه. طيب انت ليش اعتذرت اليوم في الجروب؟ جروب انا ات الاخوان يحبهم اغليهم. طيب بتروح انت ولا انت برايح؟ لا ان شاء الله اني ماشي الشهر هذا انتهت الشهر. الله لا يا عبد الله تكفى نبغاك. اي شوف 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 تمصلح شوف ما يبيني انا ادري والله ما يبوني. تعال بسلم عليك. تعال والله انا مع السلامه. طيب تعال تعال مع السلامه يا رجال تعال. طيب عبد الله عبد الله كلمه ختاميه تقولها. اقول والله بيض الله وجيههم من اعداد للجمهور. طيب ابشر. من اعداد، من اداره، من جمهور، من في التشبات، من مقاطع تصاميم. تصاميم هي جاتك تصاميم؟ عفا عليك والله عفا عليك. جاني وانا اصبق هواء حطوك مع ثنائي احد. حطوك مع ثنائي احد. اي والله. من الثنائي؟ شو اسمه ثنائي؟ من هو؟ الجميري. لا شنو من الثنائي؟ شنار. شنار شنار. اي والله جاني مقطع يعرف كيف يختار. ها كيف جاني مقطع امس انا وانا اصبق قهوه طريق قهوه هذه من حقته. ايه طلعت حقت شنار. الله. اي والله وانا جايب لنا هديه لشنار. جايب له هديه ان شاء الله انه يقبل العذر مننا. بيض الله وجهك. بس الهديه اللي احطها كذا عشان يجي عليها تصميم يحمهم يحطون تصاميم. لا هديه عديده. طيب وبعد كمل 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 كلمتك للجمهور. وبيض الله وجيه الجمهور وما قصروا على. لا خليه يكمل يا اخي خليه يكمل. طيب كمل. بيض الله وجه الجمهور وما قصروا. هي خلا بس ترجع المنديل. اهم شيء على المنديل. وقفت على المنديل زين. كمل. لا جمل لا اسلم. اسلم. بيض الله وجه. خليك كمل. بيض الله وجه الجمهور الشباب. بيض الله وجه الجمهور. بيض الله من دخلت البرنامج الى صار الظروف. اي والله. ولكن بيض الله وجه يجيني تصاميم ويجيني مقاطع ويجيني. بيض الله وجههم والله ما قصروا جزاهم الله خير. وما شفت الا منهم الكلام الحلو وكلام الزين. الله يجزاهم خير
وما نقدم احنا فقره المطبخ ما نقدم شيء اللي يرضيكم ويرضي الجمهور، ان كان حتى انا من كان ماني موجود عندكم اخوكم مفلح وعندكم عبد الله جميلي كلنا اخوان هنا بالمطبخ. لو يصير ها يوم خنقات يوم هشات عادي. اذا رجعنا للحقيقه في عبد الله الزميلي رسم الابتسامة في وجيه الجمهور، الله يسعدك، سواء في قناة الواقع ولا في السوشيال ميديا. الله يسعدك. صراحة كلمة حق. الله يسعدك. عبد الله الجميري من الأسماء اللي تدخل السرور في وجوه الآخرين والابتسامة والفرح، وبيض الله وجهك يا عبد الله. الله يرزقك بر أمك ويخليها لك فعلا. ويدعو لأبوي ويدعو لخالي، خالك خال عبد الله وأبوه الله يرحمهم برحمته يا رب، يرحم موتانا. لو ما عبد الله الزميلي يطلع من ذا الإعلام كله إلا أنه دائما يعلمنا نحن نبر في والداتنا وأمهاتنا، وأن الله لازم يرزقنا برهم. هذه والله تكفي، هذا أكبر فوز. بيض الله وجهك عبد الله. صدق مفلح، أشوفك إن شاء الله على خير. صدق مفلح، تمر شيء. يقول واحد كل يوم يرسل لي صوت يقول ليش تذكر الوالدة وليش تذكر، لازم نذكر الأم لأن الأم هي اللي تعبت معنا، وأنا أذكر أمي أفتخر وأذكر أفتخر أمهاتنا الله يخليه لنا. تدري شو ترد عليه؟ قل اسال الله ان الله يهديك والحمد لله. اي والله لان الام منا لا يوم القيامه نتكلم عنها ما نوفي احد. اي والله اللي ما يفتخر بامه والله مو برجال، مو رجال. اي والله اللي ما يفتخر بامه والله مو رجال، مو برجال. اي والله. وش رايك في تركي الشبيعي؟ التفت على تركي، كلم ما بشيء الدعوه عادي. لا بس وش رايك، اتمنى لو اللحظه هذه كلمه. وش رايك في تركي الشبيعي؟ ما اي يكلمه. طيب عبد الله انا بكلمه ويقول لهم وش رايك في ناصر الغامدي؟ والله شوف ناصر الغامدي بيض الله وجهه ويجزاه خير. حتى قلتها سابق الناصر يمكن الشهرين ما اكمل الشهر والشغل والظروف، ولكن ناصر اخو عزيز وغالي ما شفت الا منه الكلام الزين. والله يجزاه خير وما قصر ويعلو برنامج عامر للجميع ان شاء الله. بيض الله وجهك. امين. طيب اللي جابك البرنامج هنا ناصر الغامدي صحيح؟ ناصر اخو عزيز وغالي. يا الله سلام. طيب عبد الله الزميلي عندي بعض الاسئله. هل عبد الله الزميلي استفاد من شهرته ماديا؟ بعلمك الصحيح. تفضل. شوف الواحد يا كذب الله يحطه بالنار. نعم. الواحد كان صريح يكون صريح. طبعا انا تصدق يا مفلح جمعت 8 سنوات والله صدق ما طقيت لفلان وقلت ابي وابي وابي. لا الله. الرزق وين؟ الرزق عند العزيز عند الحكيم، عند الله سبحانه وتعالى. عند الله. اي والله انا صبرت 8 سنوات وانا اشتغل بعز الشمس وبعز الحق والحمد لله حققت جزء بسيط للوالده من شغلي انا، ما قلت ابي من فلان وعلان. لا من جهدك. من جهدي انا تعبت 8 سنوات وانا اشتغل. شريت اول ود الوالده بيت، بشريت له ارض. يا اللي ببالك. بالله تحيه يا اخوان، والله تحيه. والله صدق هذا المشهور اللي ضرب مثال، اللي جمع فلوس الشهره وشرى ارض لوالدته، فعلا انت ضرب مثال. وليس من شغلي عرق جبيني. عرق جبينك. يا سلام. الله. اللي هي وشو؟ اللي هي العربه ولا المهيت فوتو تراك. ولا حركات والبركات. يا سلام. اللي انت شر لك مقطع فيها. الله الله. اللي يقول وش قال؟ اللي يقول الشمري مبيع. طيب صل على رسول الله. انت الان عبد الله الزميلي هل اشتريت سياره؟ شوف بعلمك الصراحه. ولا مو بهم السياره الان؟ شوف بقول لك الصراحه. مو بهم. لا 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 بقول الصراحه. انا شوف انا احب اصارع. اول شيء بيض الله وجيههم فاعلين الخير الله يجزاهم خير، قبل شهرتي وقبل شروا لي سياره. صدق نكون قبل الشهره؟ مع بدايه شهرتي. شوف كنت انا متحمس وجيت انا السياره كسنت لونه بيجي فضي. ايه بيجي عودي. ايه يوم فرحتي طول العمر يطلعونها من المعرض وانا اركب السياره وانا اجي وبروح افرح الوالده. اول ما جيت طول العمر لا تقول في ماسورتك. لا والله من ماسوره الدوار حق ساهر ابا ركبت طول العمر ما تهنيت بالسياره. الله اي والله خير الحمد لله. انا اعترف كنت ما اعرف اسوق. رادتك. أيوة. من شر ان شاء الله. ايوه الحمد لله. لك ما تشوف شر ان شاء الله وخير اخير اخير. أيوة. لك. طيب عبد الله الزميلي وش تنصح الشباب اللي الان داخلين في مجال الاعلام؟ هل هم يستفيدون منه يقدمون رساله هادفه مثل ما قدمت انت رساله الان عن الام؟ طيب انا اشوف انا اقول حتى الاعلانات اللي يجي من الله
يا هلا ابو ويا مرحبا ابو، والله اقسم بالله كل اعلان يجيني والله اني احول دائما للوالده. ليه؟ تحيه، قسم بالله تحيه عشان رزقي. شكرا يا عبد الله، ومالي يتبارك. يا سلام يا سلام، لو تعلم 500 ريال تقسم بين امك. ابيض الله وجهك. والله العظيم اشكرك فعلا فعلا، هذا الكلام الطيب، والله العظيم اشكرك عبد الله. والنصيحه الثانيه طول عمر انا اقول يا اخوان اللي تابعوني هنا، ولا سواء خواتنا ولا سواء امهاتنا، والله يا اخوان ابانا بعد ابانا اللي حيين الله يطور باعمارهم، واللي موتى الله يرحمهم ويغفر لهم ان شاء الله. وش رايك في مناحي الرجباني؟ خليني اتكلم. ولكن انا انصح اي واحد بالشاشه تقول انا استحي، تقول انا اخذ من فلان، تقول انا اخاف يضحك بي وانا اشتغل وانا ابيع بطاوله ولا انا ابيع بعربه، يا اخي افتح لك متجر اشتغل عليه وترزق الله عليه، يبي الله يرزقك. لو تفتح لك سواء تعمل لك حلا بالبيت، ولا سواء تعمل لك فطاير، ولا تعمل لك كبسات ولا شيء تبيع ترزق الله، ترى الشغل مو عيب. ما ينفعك اول شيء، ما ينفعك لا استراحات ولا روحات ولا جاي، ما ينفعك الا رزقك وحلالك. العيب اللي تمد يدك للناس. ايه، والعيب اللي تمد يدك وانت للناس وانت تقدر انك تشتغل. تقدر تشتغل بس وش رساله تصمد. رساله لمناحي. مناحي انا اقول من الاسماء الجميله، من الاسماء الجميله، يفكر بس بالمشاهدات العاليه. الله الله، اشكرك يا استاذ عبد الله الزميلي، بيض الله وجهك. طيب هذا الولد اللطيف اللي جالس على الكنبة، شوف بالله انظر لا كيف. انا حاسس ان عبد الله متكتب كذا شوي. متكتف يعني مبعد منك مكتفه، ما هو مكتف كتاب. إيه متكتم مش اكتتام، متكتم. انا عرض بالكلام يا جماعه بس كتب بس وخليك سيده. إيه يعني يحب انه يفكر، فهمت، ويعطي سجه طول عمر سجة مع الهجوس. حاس انه ما ادري يا اخي، ببالي كذا انه ان شاء الله انه بياخذ المليون. الله، لان مع سجته كذا وخراته كذا. الله، ومشيته كذا يا طول عمر. الكريزما حقه وكريزمته. اي والله يمكن ياخذ مليون، ما تدري. طيب وش تراك تركي بياخذ المركز؟ والله شوف، تركي دائما يبدع بس الايام هذه ما عجبني. طيب فلاح العاصمي هذا ايش رايك فيه؟ بياخذ مركز 100%. شوف الشيخ طول عمر، انت خل هذا يمكن، ما ادري والله، الله اعلم، يمكن ابراهيم. ايه ايه شيخ، والله ما اعرفك الا عبد الله. انا والله ما اعرفك الا عبد الله. عبد الله صغيره، الدنيا صغيره. ليش؟ الله اعلم. شوف انا اشوف ان وجود فلاح، وجود يعني صراحة، اسمع 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 اسمع، وجود فلاح شيء مهم مرة. يعني لو اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير، والله ما نبلى رضاكم، لجلكم نبذل اللي لايق مستواكم، جتكم الواقع بحل ابتدينا معاكم يا جماهير، والله ما نبلى رضاكم، لجلكم نبذل اللي لايق مستواكم، جتكم الواقع بحل ها 11 دقيقة ونشوف الطبق جاهز، الطبقين جاهزة قدامنا، ترى بنقيم الأول أكله بالقدر. قرار من عبد الله الراجح يقول بالتايمر لمساته حلوة. سؤال التاج يقول طبق إيطالي يا ريان شهير يعتمد على الأرز القصير. والله فنان كثر زين، وما حنا بقصار. طيب طبق إيطالي شهير يعتمد على الرز القصير، الحب قصير الحبة المطهو في مرق حتى يصبح كريميا، فما هو؟ يا اخي هذا السؤال انا ابغى اعرف مني هذا اللي كتب السؤال،
يعني انا متاكد ان اللي كتب السؤال هذا ما يعرف الطبق وشو، خذاه من ويكيبيديا وعلى طول نسخه هنا، صح؟ انا متاكد بالشيء هذا يا اخوان. اعطونا شعذة، طبق يحتوي عن تمر وبر مجروش وشو، فما هو؟ عادي صح ولا يا فلاح؟ ما هو الطبق؟ والله ما نعلم ذلك. وش الطبق استاذ عبد الله؟ وش الطبق؟ وانا اسالك وشو؟ ما ادري انا توجيه طبق. السؤال يقول طبق ايطالي، ايطالي شهير يعتمد على الرز الابيض. برياني يعتمد على الرز الابيض الحبه المطهو في مرق حتى يصبح كريميا، فما هو؟ دقيقه عرفت والله. لا تقول مهيتو. لا 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 وش نسيت والله ضيعت الجمع. وشو؟ خلني افكر. اسمع وشو؟ ذكروني جماعة ذكروني. يعني على اساس انك تعرف انت؟ اي اعرفها والله، ناكله بمطاعم مهنور والله اني اعرفها بس راحت على بالي في وجوه الاخرين. طيب والله نسيتها. طيب يعطيك الف عافيه. الله يجعلني طيب خلونا السؤال نزل على برنامج في برنامج الاكس في حساب قناه الواقع الفضائيه. الاجابه خذوها من الجوجل، والله ما ادري وش الاجابه، لكن ابعطيكم بسحب على ال100 نقطه الاولى بتكون من نصيبك يا من يا اخوان. الوقت امس ترى شو اسمه ذا بن عواد ابراهيم، واسمع امس بن عواد ابراهيم وسيف آل سالم رفيقه الرزقي تراهم فازوا بمساوية شو اسمه الألف نقطة، كل واحد قسمناها بينهم الثلاثة. ليش؟ لأن بن عواد إبراهيم خلص الطبق قبل التايمر، وذولي خلص الطبق بعد التايمر، فهذه عليها يعني خلص قبل التايمر في نقاط. لا اللي على التايمر هو اللي يستحق، فنجمعها ما بين درجات الجمهور وما بين درجات الإعداد. النظافة، الشكل، الوقت، الطعم. النظافة، الشكل، الوقت، الطعم. طيب انت تقدر تقيم الوجه بعد. طيب المية نقطة الأولى من نصيب جود، تقول ألف مبروك. مية نقطة أعلمك من هو؟ علمني. يلا قل اسمه على طول دايركت خلاص بسكلك. وين فنجالي؟ أنت صبيت القهوة في فنجالي صح؟ الله يطول عمرك. طيب يلا زي الأخوان. ها يلا بسم الله. حسن. والله زي الأخوان بالمطبخ. الله يسلمك. نتحدث يعني. يلا ننتظر المية نقطة. طيب. بشربها إن شاء الله. تعال شاورك. ألف. عادي عادي. مية نقطة صح جبت لكم الخير صح؟ صح ما شاء الله عليك. ابشر بها على طول. ابشر بها كل ابشر بها تربي ريان. أخنا هذا ريان مو بنا. قلنا انت الريان. انت قل ريان ريان يقول انت ريان بغيت اقول ايه عشان احط المية نقطة. ريان ابو حذرة 100 نقطة من الأخت جود في برنامج الاكس. شو تقول يا ريان؟ اقول الله يبيض وجهك يا جود. الله يبيض وجهك يطول عمرك ولا يهينك. يا سلام عندك. تستاهل يا ابو حذره تستاهل. طيب الله كرمنا كذا. باقي 200 نقطه، 100 نقطه سؤال جمهور و100 نقطه التاق. او سلام شغل يا ولد يا ولد. بس انتبه لا تملهس والله. عاد يا ولد ما شاء الله تبارك الله. ها شباب كم باقي؟ الشيخ مبدع يا ولد. الامور طيبات. اشكرك يا ولد. الدجاج خلص صح؟ يلا بسم الله. طيب المية الثانية المن؟ لا تقول تركي. مين عطني انك قلت امس؟ ابشر. مفلح قال امس. طيب من هو؟ المية الثانية التركي. قلت تركي تكفى يا ريال. لا خشمي تركي. قل ألف. أبشر بها يا مناحي. هذا أصلا هو يبيعني إياها. طيب المية الثانية من حساب همس. بيض الله وجهك يا همس والله لا يهينك.
طيب تستاهل يا ابو تستاهل مناحي الله يوفقك الحظ الطيب. طيب مناحي مناحي 100 نقطة وريان 100 نقطة باقي 100 نقطة المن خلوها شوي. مرحبا يا سلطان. مرحبا يا هلا يا هلا بالليل فانا يا هلا بالشيخ يا ها يا هلا يا هلا خلصت الشيخة يا هلا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هلا في مطبخك يا هلا بالليل فانا اهلا وسهلا اهلا اهلا يا هلا خلاص مرحبا خلاص انقل عنك اجلس انقل وش تعبر ارحب يلا حيا شلونك عساك طيب امورك زينه الساعه 4 العصر انت شو مسوي ما عاد ما بشربها خلاص زانه قول بشربها بشربي بشربي زانه يا رجال ها خلاص اين تشوف بعد خلص وبعدين وش بتصير يعني اعطيني سكر يا طويل العمر ها شيخ شيخ لا الشيخ خلاص 4 العصر خلاص بعده انت كذا يا طويل العمر تكلم معك الكاميرا تكلم بصير يا طويل العمر رجل اعمال رجل اعمال ما شاء الله وبشتريك وبشتريك ان شاء الله لكسس بالله سجلوا المقطع ايوه صامل لكسس اي والله ما شاء الله متابعينك يمكن ما يقصرون ان شاء الله يا اخي ما منك شيء ما على الله بشيء ثاني صار يسخرنا ان شاء الله كذا انا عشت الخيال الحين كل فلفل كل وكل فلفل اي ينفع ابو هذا جيب له علوم حلوه جيب له علوم الحلوه يمكن ليمون ليمون يا اخي ليمون اسود اغرف الرز اغرف الرز يلا الله ان الشيخ مبدع وينه عندكم يا اخي نعم يطالب الشيخ يطالب انه يصير عنده فقرات يوميه لا ما شاء الله طبخات وفنانه يا حمر دي ولا لا كيف احمر حمر فيدي كم يبي الهواء على حسب 5 دقائق 6 دقائق يلا ادخلها كذا باقي 4 دقائق ترى باقي 4 دقائق اشمت اشمت رجاء رجاء لا تشمت اشمت في قلب سلطه كبيره ها في قلب سلطه كبيره دقيقتين بعد ما ها ايه ها باقي دقيقتين خلنا نلعب يا اخي دخل بشويه اساسا كل ذا بيكون له زياده 5 دقائق بس الاولويه للناس اللي من اليوم ونجيب بس كنت يا اخي ما شاء الله عليك يا اخي انا جالس اشرب فنجيل ما ادري من هي له عادي عادي ابد اصبر اصبر يا فلاح اشرب فنجيل خلاص عادي الوضع هنا عادي بالمطبخ متاكد ايه متاكد الحمد لله خلها تطبخ خلها تطبخ امر الله من ساعه يلا يلا شباب يلا 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 وانا مدح بك يا شيخ كان خليته هنا يا ريان الشيخ كان خليته هنا ركزوا لي هنا ركزوا لي هنا خربان تمام ركزوا لي هنا بالله طيب شوفوا طبخ الشيخ الشيخ الدجاج تونية انت شتو معك الطاب الحديد طبي معك مايك بس والله قلته فعل والله انك قلته فعل وانا اطق لك هالتحية والله انك قلته فعل تقول لهم حطوا بصل خرب طبخاته يقول الرجع الشيخ القريه يقول انك حاط من بصل زياده الشيخ القريه سابق يقول ان الدجاجه نيه انت انت عقده انت بتحمسونه تقمرونه اي اتوه عقده ما راح باقي باقي دقيقتين تو تحمره كلهم باقي عليهم 5 دقائق خلنا اسوي شيء يلا يا رجل كبها وحتى نطفيني عشان خلاص يا اخوان يا شباب يلا ها ها حط هاي كهربي بس لا تفوت كم اللقطة الحلوة هذه عجل عجل بس الفريقين انت هالوقت خذينا 500 على التايمر اي بس قمروها مين مشكلة انتم كلكم متأخرين على كل حال تبي تحطها كذا؟ ايه
يعني ما انت مقمرها؟ لا ما هو على كل حال. اي في تقييم جمهور في ذا. هي يا الربع هي نسبة وتناسب. تبون تخلونها كبسة، تبون تخلونها مقمرة. طيب انتهى التايمر. طيب كذا انتهى التايمر يا اخوان. التايمر انتهى للفريقين، والفريقين لحد الآن ما بعد أخلصوا. الشباب فريق فلاح ومناحي بقمرون الدجاج، وفريق ريان وتركي باقي عليهم شوي، لذلك الوقت خسروه اثنين، كل الاثنين الوقت صفر، الفريقين صفر. الآن نقيم على إيش؟ على الطعم وعلى الشكل وعلى لا إله إلا الله النظافة. تمام؟ الشكل والنظافة والطعم مضبوط؟ يعطيكم ألف عافية. الوقت خلاص فينش. بيض الله وجيكم يا شباب. سم يا ابوي. قول انت قبل شوي فلاح. طيب بسأل فلاح. شغال ذا. فلاح العاصمي. سم. يلا حيه. الله يحييه. ثقة فلاع عالية بأصدقائه لدرجة أن حساب دعمه المسؤول عنه، تخيلوا يا شباب. سلطان عبد الله اسمعوا. فلاح ثقة فلاع عالية بأصدقائه لدرجة أن حساب دعمه المسؤول عنه صديقه مهب مشرفات. صحيح الشيء هذا؟ من هو؟ علي البياهي. علي البياهي. نعم. بيض نعم. الله وجهك. تفضل هنا. طيب وش حاب تقول علي؟ هو اللي ماسك الحساب الأساسي علي، الله يبيض وجهه، وأقول له الحمد لله أني اعتمدت على واحد ثقة ومحزم ولا يقصر، وجعل ربي يطول عمره لا هو ولا اللي معه. وانت استاهل الوقفة والله. الله يعزه. طيب السؤال الثاني يقول إلى أي مدى يصل تأثير الأصدقاء على الفرد من وجهة نظرك؟ أقدر أقول 70 إلى 80%. 70 إلى 80%. ليش؟ لأن هم مؤثرين، يعني صديق ساحب. يا سلام. صديق يا سلام. ساحب. أشكرك. طيب هو السؤال الثالث جايني قال هل تؤمن بمقولة الصاحب ساحب؟ نعم. فعلًا صاحب ساحب. نعم. بيض الله وجهك. وجه. وش مقاييس فلاح لاختيار أصدقائه؟ عبد الله. أقدر أقول. الوفاء. ها؟ أحاول الوفاء. قدر المستطاع الوفاء. يا سلام. الوفاء هو العنوان الحقيقي للصديق. طيب هل يا فلاح قد تعرضت ل يعني لأحد أصدقائك يعني مثل ما تقول بار في الخوة، أو أنه غشك في شيء، أو أنه جحفلك في شيء؟ في بيعة، في شرية، في خوة، في شيء؟ لا الحمد لله كصديق لا، لكن تعرفت عليه يومين ثلاثة أيام يمكن، هذه على السريع. وعرفت على السريع؟ عرفت على السريع، لكنه صديق معي من سنين أو سنتين ثلاث سنوات. لا الحمد لله. طيب إذا صديقك حصلت عليه ملاحظة، هل أنت بتنصحه ولا بتخليه بتقول هو الرجال هو أدرى بعمره؟ شوف فيها أنواع من الأصدقاء، فيه صديقي يتقبل أنك تجيه وتقول له ترى عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة، متقبل الشيء هذا طبيعي، وفي بعضهم لا تلمح له من مثل ما يقول من وراء التريلات. يا سلام. وفي ناس يسوون كذا ما يصلح، الأفضل كذا كذا كذا. يا سلام. طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله. بيض الله وجهك يا فلاح. وجهك يا حبيبي. والله أنك من الأسماء الجميلة. الله يعزك. الأسماء الطيبة اللي صراحة كلنا وكل الشباب يحبونك ترى ويغلونك. الله يعزك. لا حنا ولا الجمهور. الله يغليك عند والي. في واحد قام امتحان حنا هنا، إيش رأيك في تركي؟ وش رأي من ناحية وش بس؟ من ناحية الخوة. بكون صريح. إيه. بكون صريح معه. إيه. من ناحية وش بس يتحمل. ما إيه بلا عطرة. عايد يتحمل؟ عايد. تفضل هنا عشان يتحمل. تعال. تعال جنبي. إيه. من ناحية وش بس تبي؟ من ناحية الصداقة، من ناحية عطرة. الخوة، من كل شيء. شدد له تراه عدو. شدد له. صندوق الصراحة. ما عند عاد كيف يا بعض. صراحة. شوف الصراحة من النوعيات تركي اللي أو من الأشكال اللي شفتها تركي كنت متضايق، حسيت إني
داخل ما تقبلته؟ لا مو ما تقبلته، حسيت اني بدخل مع صغار سن وصعب التعامل معه. يا سلام. لكن الصغر يا ابو لكن أصغر أصغر. لكن في الحقيقه اني اكتشفت ان عقل الرجل يختلف عن عمره كثير، خاصة هو الله يجزاك خير، يعرف متى يمزح، يعرف متى يستهبل، يعرف متى يرد، يعرف متى يعلق، حتى لو انت زليت عليه بكلمة ولا هو بوقت الرد يسكت. فأنا أقول الله يوفقه ويبيضه. بيض الله وجهك يا فلان، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. عبد الله سلطان، لا أنتوا الكاميرات ولا عليكم أرد، تفضلوا الله ليهكم. هلا سيد، بيض الله وجهك يا فلاح، والله يجمل حالك ويطول في عمرك. طيب فلاح، كيف كانت الرحله في الوقف مكة؟ ممتع يعني، كنت اسمع صدق يعني، كنت اقول ميد الشباب، كنت اسمع الاوقاف، كنت اسمع الاوقاف واسمع عن الروحه والروحه لها، وانها شيء يفرق عن صراحه. كنت اسمع يوم جيت في ارض الواقع، احس انها مبالغ فيها، لكن يوم جيت ارض الواقع فعلا صحيح. بيض الله وجهك، الله يجمل حالك يا فلاح ويطول في عمرك ويجزاك خير. هو دعالك؟ نعم دعالك. تدري؟ اي والله اللي داعي لك. الله يجزاه خير. بيض الله وجهك يا فلاح، بيض الله وجهك ويجمل الله حالك. طيب كم باقي من العشر دقائق اللي اعطيناهم؟ لا مو بعشر دقائق، هو خلاص الوقت خلاص انت. يلا اغرفوا يا شباب، يلا يلا. ها صار ريان وينك؟ موجود. يلا الله يلبيك. يلا 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 ادش ايش ناصر برا اتوقع او في المسجد. ايش ايش القطاعه؟ القطاعه خدمه بسيطه. القطاعه ناصر قوم، ناصر مو بناصر. رجال خذ لك قدر ولا اتوقع انه برا. سكين سكين تعال قطع قطع في القدر ذا. انا ناحي سكين كان بقطع قطع ليمون. يلا يلا بسم الله فرقنا منه. معي سكين. الله لا 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 عبد الله اي خلاص عادي عادي. سرقنا يا جماعه، سرقنا خلاص عطنا امدحنا. بس بس يا ابوي بس والله بس الله يجعل ذقها وعلمني وكني ما اكلها انا. ذق يا جماعه ثاني مفلح ما ياكل. لا 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 مفلح ياكل. لا لا بالعكس في بعض الناس لا ما ياكلون. لا لا اكل والله، بس اني توني مفطر انا قبل شوي الحين. الحين احنا ما عاد نفطر الصباح، نفطر اما الظهر ولا العصر. نعم. ودك تهف سلطان الدوسري بذل الملاس بذل القدر ذا الصحن عشان يصحصح. ما هو بسلطان خوينا اليوم. ايش قومك يا سلطان؟ توني قايم منه. ها؟ اصبر اصبر دقيقة. ايش؟ دقيقة اصبر. ها؟ توني قايم من اخوك من النوم. اسلم. وعاينكم عشرة ولا احنا الجوع. ذا الحين لا بتعاين ذا الحين ابشرك 20 مفلح. ايوه مفلح. خذوا منها الشيخه. ها يا عبد الله خذوا منها الشيخه. مشيخه راحت مشيخه. المن راحت المن. باقي باقي ما بعد بدا التصويت. بس تبي العلم؟ بيض الله وجهك يا سلطان. وجهك جعلني مبتسم. عز الله انك شيخ، شيخ اشداد. بشرف اسعدك مره. عليك والله زوق. ما هو باي كلام. يا زهاك البشت يا سلطان. ايوه تقيم موجود شوي باقي ما قد زان. يا سلام بالله يا محمود قرب لي على فلاح ومناحي. بالله قرب لي تكفى. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. تبدعون تبدعون. السلام عليكم امور طيبه. الساحه طبخت هنا غيره. انت شرفت عليهم. بيض الله وجهك. يلا اشكرك 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 اشكرك. لا الليمون نبيه لا تهنا. يا سلام خلاص. كيف شوف شغل شغل عالمي. طيب فلاح مناحي استخدمتوا زيت ايش؟ غصن الزيتون. نعم غصن الزيتون والبهورات بهورات الغربي. يا سلام. طيب بما انكم قد جربتوا قبل خل فقره المذاق، وش رايكم في غصن الزيتون صراحه؟ تبي الصدق اكلاتكم اللي تحت البث اللي تطبخون اللي تحت البث انا اشوف ان الزيت تحس بوجع في لا والله. لا والله لا والله لا شيء طيب فوق الطيب. يا سلام الله يبيض وجيههم ويوفقهم. يا سلام بيض الله وجهك. السفرة وين؟ هذا هذا يا جماعة الخير مع الرعاة اللي معنا اللي هو غصن الزيتون الأصلي لزيت زيتون الجوف من مزارع الجوف، عصرة خاصة، عصرة على البارد لعيون سيف. هذاك هو سيف. كيف حالك يا سيف؟ يا مرحبا ومسهلا. مرحبا بك على فضله.
صح النوم. لا لا اله الا الله. ارقام التواصل للطلب سواء من بهارات الغربي او من غصن الزيتون طالع عندكم مشاهدينا الكرام على الشاشه الان، بامكانكم تطلبون زيتكم وتطبخونه في بيوتكم وتستخدمونه، ترى زيت طيب اصلي طبيعي ما يسبب لا قولون ولا يوجع في البطن. تقدر تاخذ زيت 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 القص غصن الزيتون، غصن الزيتون، وتاخذ معي طول عمر بهارات بهارات الغربي. اي بس ما حط باكج، هو هذا الحال هذا الحال. انا ادري كل واحد طيب وش رايك في البهارات الغربي؟ والله شوف البهارات الغربي ما شاء الله دائما مبدع ببهاراته، وتميز ببهاراته الرهيبه والحلوه ما شاء الله، بشغل حلو وشغل دقه واحتراف ما شاء الله تبارك الله. طيب ما شاء الله اكلنا كله من البهارات الغربي. فطور يا اليوم تدري فطور سويته بهارات الغربي. انت والله اي والله والله قسم بالله يسوى فطور عالمي. اي والله ما شاء الله عليك. تبي وش هو؟ سوى شكشوكه شكشوكه سوى بيض تبي فول تبي طول عمر بيض لا اله الا الله الرغفان بصله كل شيء كله اليوم سويته بهارات الغربي. يا سلام يا سلام، كل هذا استخدمته من بهارات الغربي. لا يقطعنا بهارات الغربي، لا يقطعنا بهارات الغربي. خلنا نسرع نسرع. دايما مبدع بالمطبخ، خلنا نسرع نسرع. دايما مبدع بالمطبخ بهارات له. ريان اغلب ينشف. خلا 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 عبد الله عبد الله ما شاء الله. يلا يلا شباب ما شاء الله عليك. لو تخليه لبيت في حركه قبل ينزل وقت ما تكفى عطنا ما واحد وعليه طيب الحين يا سلام. يلا يلا قمروا على راحتكم. ها طيب ريان مساك الله بالخير، تعالي هنا تكفى خليني بسالك على ما بال ذا. الله يستر امك. وش تركي ريان؟ احنا اليوم محاورنا عن الصداقه. الصداقه وش قال ابن جدران عندنا؟ ايوه وش قال يا ابو نادي كمل. الصداقه عندنا، الصداقه عندنا كنز. الله الله محاورنا اليوم عن الصداقه. نتجمع على العز والطاعه. الله يسعدك. ان شاء الله نتجمع على العز والطاعه. اللهم لا اله الا الله. محاورنا اليوم كلها عن الصداقه. يعطيكم الف عافيه، موضوع جميل. ريان ابو حذره مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور. صراحه ما شاء الله تبارك الله ريان دائما يهتم في اللبس وفي الاناقه وفي العطورات الجميله. الله يطول عمرك. انا متاكد انك بتفتح مشروعين، احد المشروعين اما تيشيرتات ما شاء الله او عطور. هذا كثر. والله انا مفلح مفلح. انا اقول لك الصدق والله من العطورات خساره. ليه؟ خذ ابن العلم لو يبيع شاهي احسن لي. ليه؟ والله العطور يا ابو حذره اي عطور تعطر. في ناس سووا عطورات وراحوا نافسوا كذا براند وكذا وخسروا الحين وتورطوا. لا الرزق من الله بس طيب. بس العطور يبي واحد يتميز به بالحيل. نعم صح. بالدقه بالدقه فاضيله فاضي فاضي. في ناس طيب. لا على طول افتح متجر سلامات يبغى لها دراسة. واحد طيب نحط الصحنين سوا. ريان لا انت على هنا. أيه. طيب ريان انا متاكد انك بتفتح مشروع اما تيشيرتات ولا عطورات. ان شاء الله مشروع افضل منها كلها باذن الله. تقدر تقوله ولا بعدين؟ باذن لا لا بعدين بعدين. طيب ريان هل ممكن ان تقدم شباب عبد الله عبد الله بالله دقيقه خلونا نسال بس ولا عليكم امر. هل ممكن ان تقدم تضحيات لصديقك ولا مصلحتك اولى؟ لا صديقي شوف صديقك سلمك الله يرفع قدرك. طبعا يقول صديقك من صدقك ليس من صادقك. يا سلام. صديقك من صدقك، صدقك في ايش؟ صدقك في القول والفعل. الله وليس من صادقك. ما كل يعني الحين كلنا اخوياك الحين كلنا اصدقاء كلنا لا صح. صديقك من صدقك في القول والفعل. نشهد الله يطول عمرك. الله وجهك الله وجهك بيض الله وجهك يا ريان. عز الله انك وافي جعلك تسلم يا ريان. الله يطول عمرك. طيب هل تعطي الثقه الكامله لصديقك ولا تحتفظ ببعض الامور لنفسك؟ نص عن نص على حسب الشخص. على حسب الشخص اذا هو رجال بيحفظ الامانه ولا بس ولا غيره. يا سلام.
طيب لو قيل لك اختار شخص من اصحابك تسافر معه، من بتختار؟ شوف السؤال هذا عشان ما احرجك، في البرنامج ولا خارج البرنامج؟ طبعا سلطان الدوش لا تختار. هذا راشد اخوي. راشد. راشد اخوي. راشد اخوك. نعم في السفر في اي مكان يعجبك راشد الاول. وش المعنى؟ يا اخي شوف في ناس يطيح السر ما تعطي السفريه حقه، وفي ناس وفاهمك كعل الكبد، هو يعطيك على اللي تبغاه. ودك فاهم ولا يعطيك على اللي تبغاه. والله وجهك. والله يجيك اصغر منك ولا اكبر؟ لا اصغر مني. الله يخليه لك ويحفظه يا رب العالمين. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب ريان تقدر تقول اقرب صديق لك؟ اقرب صديق لك وقف مع ريان في مسيرتك كلها سواء في الاعلام ولا في وقفات ثانيه. تعال كذا بس عشان علي مبارك المعمري من آل المعمر. من آل المعمر. نعم. ونعم هذا في الشباب فيهم الخير والبركه، بس ده يعني صديقي اللي معي داي. صديقك الخاص. نعم. عندك في الخميس. نعم. في الجنوب. اي اي بيض الله وجهك. طيب طيب قد انخذلت من احد اصدقائك؟ ايه. قبل كم؟ سنتين ثلاث. قبل سنتين ثلاث. ايه. كم كانت الصداقه؟ 100% وانقلب الدلحين 0%. يا رجال. اي والله. بسبب موقف؟ بسبب موقف تافه. فيها ماده؟ لا. ها. خلا. لا عفوا لا تعطينا الموقف يعني مهم ماده تمام. لا والله. بيض الله وجهك. الله يوجهك ابيض الله يطول عمرك. الله لا يهينك ويطول عمرك. طيب وش رايك في اصدقائك هذا؟ هل انت كم عددكم الان؟ قفل قفل. كم عدد المتسابقين هنا؟ اللي باقيين هنا ولا قصدك ولا بس؟ ها؟ اللي عندنا 27. هل كسبت 27 صديق؟ تقريبا بنقول اعلى من 20، ما اقول لك 27. الله اعلى من 20. طيب من هو اقرب واحد لك في البرنامج؟ عبد الواحد وفيصل، لان احنا نعرفهم من قبل. عرفت؟ اعرفهم من قبل. من قبل اعرفهم. عبد الواحد وفيصل من؟ ثلاثي الجنوب. عبد الواحد بن عبد الله بن عريج. اي معروف. وفيصل بن علي بن حازم. ما عليك سيدي يستاهل. يعني كنتم قروب قبل. هذا اللي اقرب ناس. اعرفهم من قبل يعني. يا سلام. ودخلنا هنا ووثقنا العلاقه زين. بيض الله وجهك وجه من حالك. بالله تحيه يا شباب لريان. الله يسلمك ويجيك. بيض الله وجهك ريان. وجهك ابيض الله يطول عمرك. خلاص الطبخه. الله توكلنا على الله. انا زعلان اليوم. ليه؟ اليوم امس فيديوهات لهذه مقاطع. طيب اليوم ليش ما تعطي الشباب؟ لهم حق تري الشباب بعد. يمكن يقول. ما يحق عليك بس، احنا والله مرتبطين ومعزومين. معزومين. ان شاء الله احنا بنوعد. عبد الله لو تجي عندي والله ابشر من الالف الياء. وامشيك في حايل. وش رايك في التيم هذاك اللي هناك؟ التيم اللي هنا ما شاء الله واحد خلصت الشيخه عنه اليوم الساعه 4 العصر. الثاني ساج هجوس يعني شيلات. والثاني ما قدم شيء حلو يعني تو يبي لا قدم قدم ها قدم بالله. ايه. ما شاء الله انت ما شاء الله قدم. لا 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 قبل 15 يوم بس كان نص نص بعدين يمكن حلو. يا سلام. سيف منو سيف؟ سيف انت ميت سيف. ايه ايه سيف من عمان. على راسي والله. ها عمان احبهم والله. تحيه لهم. تحيه. بيض الله وجهك يا الله يطول لي عمرك. صدق طيب. ود الواحد يروح لعمان ويسلم عليهم كل ابوهم. يستاهلون. والله اني ودي ان شاء الله ازورهم ان شاء الله. باذن الله بتزورهم. اي والله عمان احبهم يا اخي. طيب. حبيبين عمان. طيب. خلاص شباب شباب خلاص نداكم يلا 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 شباب يلا بسم الله. يلا. بالله يقرب يا محمود على طبق فلاح وبناحي. والله شوف بالله كيف شوف كيف الجماليه في المنظر بس. شوف كيف النظافه. النظافة كلهم تب تب ون الشكل متأكد انه تب. باقي الآن التقييم على الطعم وعلى تقييم الجمهور. اشكرك. طعمه حلو وخذ النقاط من عندنا. الله الله تاكل اصابعك باكل اصابعك انا ظالم مني ها؟ ها؟ بس دقيقة قبل تنثر خلي المخرج بس يقرب زوم بحيث يكون تصميم حلو. بالله يا مخرج قرب. الله اشكرك. هذا الان مشاهدينا الكرام يعرض الان امامكم طبق ريان ابو حذره وتركي السبيعي. يلا سلمت يا حبيب. طيب اقلب له انت. ليش ما تحط القدر بعدين كذا ولا كذا تبغاه؟ اي اي بسم الله. الله روح 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 روح
شاء الله تبارك الله. اشكرك يا سلام. يا سلام يا سلام. هذا الطبق طبق يوناني جميل. مقلوبة. اشكرك اشكرك يا ريان. ها؟ مو هو طبق يوناني، طبق والله سعودي، خل طبق. يا سلام اشكرك. هذه المقلوبة. المقلوبة السعودية. وهناك الكبسة الحمراء، حطها تعال جنبها جنبها جنبها. اشكرك. اي حطها هنا لهنت. يا سلام. يا جماعة الخير، قبل كل شيء تسمح لي يا أستاذ عبد الله الراجح، والله لو الود ودي نزود النقاط اذا بتسمح. راجح شوف الانجاز. شلونك طيب؟ شوف علومك. اقسم عليه. طيب دقيقه اقسم عليه. شوف الابداع. حاول انك تعاقبه بالحيل. طيب شوف الابداع ما شاء الله تبارك الرحمن. طبقين من 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 الابطال الجميلين، وشكرا للشيف الشيف غند والشيفة الشيف ريف، بيض الله وجيهم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. والله ابداع ابداع فائق سما الابداع. ولا لا استاذ سلطان؟ استاذ سلطان ما هو بصوبنا، صوب العيشه. يلا طيب انتهى التصويت. يشكركم يا شباب، بيض الله وجيكم. يلا طيب انتهى التصويت. ارجع حط الدخله. خذنا معك اذا طلعت كشته على طول خلاص. اليوم طيب صحون كل الاداره. اعطونا التصويت الجمهور يا اخوان. اي اعطونا تصويت الجمهور له انتم. بالله تحيه لعبد الله. عبد الله يستاهل يا اخي. عبد الله يا اخي يستاهل والله. اعطوه تحيه يا اخي. حرام يا اخي، حرمينه من التحيه. حرمينك من التحيه. اعطوه تحيه يا اخي. اروح انت صح؟ ايش يسوي؟ اي لا لحظه بس خلينا بذا وتاخذونا معكم عشان ما نطول، عشان ما يبرد العيشه. يلا شباب تعالوا قيموا. تعالوا طيب يلا. يا سلام. يلا شباب قيموا. شغل مايك دقيقة. عبد الله تسمح لي؟ بسم الله خلونا نجرب الطبق الأول. راح يعني عيال السحب السحب. واضح واضح وانها واضحه جدا جدا. يا اخي قهروني بس. نعم نعم يا الربع. اسحبوا على صحن. اصبر خليني اقيم. خليني اقيم دقيقه. ما شاء الله تبارك الله. شغل شغل حالي والله. كلها طيبه. ودي الخضار واجد مع ابو الا ثلاث حبات. حلو يلا تغدوا. احنا بنزين المر. الله زين وش كلها طيبه. تعال معنا عبد الله. بس ابي الشباب الثانيين اللي يقيموا. والله ما تشيل النقاط لنا ان شاء الله. نعم شيل انت. يلا غدا غدا. كبسه. تعال جيب لي جيب جيب ايه جيب الصحن ذاك. بس احنا كنا غنفلك خلاص. لا بنام والله. براحتك. تقيم انا. خذ خذ طيب خذ. ابغى اقيم. خذ هذه يا رجال خذ. انا مقيمه بس عشان ما يزعل. طيب خذ هذه. طيب شباب. لا لا تغدوا تغدوا. بس ابي عبد الله وسلطان. سلطان شوي. مش
إيه لا. زحف هذه شوي. طيب تمام. طيب. لا أنت. يلا بسم الله. تعال يا كمر. حسن. من هذا؟ طيب. بالله قيمه صح. لا والله صدق سلطان يعني ما يعني هي هنا ولا هنا هذا حق المقلوب هذا المقلوب شوف شوف الصراحه والله كنا في بشان انا اشوف اثنين اثنين اني رحت مع فلاحاني رحت طيب سؤال هل شفتوا هذا بخاري ولا لا الكبسه ذيك بخاري ولا لا مين بخاري بخاري بس حقت مناحي فلاح الفلفل حار زياده هذيك شو ما بخاري مضبوط نايت طيب عبد الله عنده مكسر أنا دقيقة طيب فلاح فلاح من ناحية بخاري بخاري هي بخاري فعلا ايش دراك بخاري طيب تعال تعال ناصر قي دق ناصر وتعالنا شف شف أنتم عرفتوا وش هذه سلطان وين جليبي وش كلها طيب وانت كلهم والله كلهم كلهم والله كلهم والله كلهم زميلي هذه ولا هذه تبغى الصدق ها الصدق ما يهمني شباب انا اقول الصدق حط لي على المقلوبه ها المقلوبه طيب انا اقول الصدق بيض الله وجهك هذيك الحار مره اقر ريان و وشيل الكبسه مقلوبه؟ لا تلتف لا تش مقلوبه؟ مقلوبه يا اخي قسم بالله لان راح تقطع فلفل وانت بالنسبه لك قيم مص شوف وش اللي يعجبك والله بيني بينك هذيك عجبتني صراحه ها؟ مقلوبة عجبتني تباين دكتور الرمز الثاني فلفل طيب بس كلها طيبة تدري ليش؟ ندري بس مو حرام احنا نعادل بين خواتنا الشيفات الله يجزاهم الخير خل خواتنا خواتنا ما قصروا اعطونا التعليمات بس حنا انا قيمت والله انا قلت الصراحة بيض الله وجهك انا قلت الصراحة طيب طيب خلنا صراحة لازم الطعم لازم الشكل ولازم الموزون ولازم لازم 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 طيب هنا جمعنا هذا 10 هنا 10 20 الله طيب في احد يحدث علي اول شيء اقول بيض الله وجيهكم والله يعطيكم العافيه والله يجزي خواتنا بالخير الشيفات الله يجزاهم خير اللي ساعدوا الشباب اليوم في فقرة المطبخ وبيض الله وجيهن والله يسعدهن إن شاء الله وإن شاء الله نتمنى لهن الخير ونتمنى للمتسابقين إن شاء الله وإن شاء الله طبخات لذيذة من خواتنا الله يسعدهن إن شاء الله ما قصرن بيض الله وجيهن وأنا أقول أشكر كثير الشكر كل ما ساعدوا الشباب
في لحظة هالمطبخ الله يجزاهن خير وبيض الله وجيهن. وأنا وأخوي ومفلح تري والله نحبكم والله أنكم أنتم كل أبوكم غالين والله يسعدكم. وأشكر الأعداد اللي موجودين كل أبوهم بيض الله وجيهم واللي تعب معنا بيض الله وجهه والله يعطيهم العافية. وأقول بعد من الكاميرا قدامي مساس الله بخير الوالد الله يخلي ليه إن شاء الله ويخلي لنا أمهاتنا ويطور بأعمارها إن شاء الله ويسعدهن لنا ويخليهن لنا. وإي والله ما شاء الله أنا أفتخر أني أقول اسم أمي ولي الفخر. إي والله اللي تعبت معي وقفت معي الله يخلي ليه إن شاء الله ويسعد ليه إن شاء الله. مفلح جاهز؟ إي لحظة خلي قبل يجهز أعطونا صدى شوي. يقول لبيه لبيه يا الغالي شوفك على الناس يكفيني أفرتي يا شفتك قبالي بالذات كانك تناديني بالذات كانك تناديني لبيه لبيه يا الغالي شوفك على الناس يكفيني أفرتي يا شفتك قبالي بالذات كانك تناديني بالذات كانك تناديني. طيب لا لا شباب لا تقومون لا والله ما تقومون والله ما تقومون تغدوا والله تغدوا والله انت غدون حلفت والله حلفت خلاص والله اني حلفت عليكم والله انكم تغدوا. طيب والله اني حلفت هنا يا مخرج. طيب انا احتسن الشخصية في المطبخ. طيب لا اله الا الله شكرا للفريقين ما قصروا ابدعوا وتألقوا الوقت كلهم خسروا صفر تمام. عطني بالله دقة القلب. ايوه مظبوط يا احمد. الشكل الفريقين بطل. الطعم ممتاز بس في بعض الشباب له كل واحد له وجهة نظر صح. في ناس قيموا هنا وفي ناس قيموا هنا صح. وكذلك المقدمين اللي هو عبد الله الزميلي ومفلح المشعلي وتقييم الاعداد ما قصروا عطوهم على الشكل والنظافة 10/10. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن السالم أنت وفريق الإعداد اللي معك. يلا بيض الله وجيهم الله طيب. يجزاهم خير. تقييم الجمهور فريق ريان أبو حذرة وتركي وفريق مناحي وفلاح الفرق بينهم تقريبا 21%. الفرق بينهم 21%. ولكن الفايز هنا في ناس قيموا لفلاح ومناحي وفي ناس قيموا الريان وتركي وجمعنا الدرجات وطلعوا الفريق الفايز فريق الفايز بألف نقطة بألف نقطة. أقول أنا بعلمك بس باقي لا والله ماني قايل عشان لا باقي واحد عشان ما يشرون علي الشباب. لا 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 ما حد يزعل عليك مرة. شوف باقي واحد وش هو تدري من هو؟ باقي 100 نقطة من نصيب من؟ من نصيب هذا بقوله أنا هذا أنا بقوله مين؟ بعلمك مين هذه؟ 100 نقطة من نصيبك يا أنا بعلن أنا وأنت أعلن 1100 نقطة. من توقعون؟ من توقعون؟ تركي. من توقعون؟ فلاح الله يعلم. طيب 100 نقطة نذكر مشاهدينا والله يا مفلح اني احبهم كلهم بوقف الايتام والفقراء في البلد الحرام. الله يجزاكم خير. ارقام التواصل وارقام الحساب البنكي طال عندكم امام الشاشة. تبرعوا الرواتب نازلة عشان الله يبارك في راتبك وفي مالك وفي عيالك وفي رزقك. تبرع أخذ من راتبك طال عمرك لو مبلغ بسيط لو ريال لو 100 ريال لو 50 لو 10 ريال ما عندك مشكلة. أهم شيء النية بس
عشان الله يبارك في مالك بإذن الله تعالى. عسى الله يوفقنا وياكم الحظ الطيب. أرقام التواصل الأوقاف الوقف طالع عندكم على الشاشة، وهو وقف الأيتام والفقراء في أطهر بقاع الأرض في مكة المكرمة. توقع أكثر من كذا ما فيه ولا لا يا أستاذ عبد الله؟ الله الله. طيب ألف مبروك. ألف مبروك. الآن 100 نقطة راحت لمناحي، ومية نقطة لريان، ومية نقطة الفلاح. فلاح. هارد لك يا تركي سبيعي. ولكن بس دقيقة دقيقة بالله يا جماعة، لا حد يقوم، لا حد يقوم، اللي فاز لا حد يقوم ولا حد يعصب، ترى هذه فوز وناس وحمد. الفريقين متساوين، الفريقين متساوين، ألف مبروك لهم. حنا نعدلكم كلها. بيض الله وجهك يا ريان، بيض الله وجهكم يا شباب جميعا. لكل لكل متسابق حصل يا جمهورنا الغالي على وين الكاميرا يا مخرج؟ ويني؟ هنا 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 الا هي هذه. حصل على 303، كلهم حصلوا على 433 نقطة. 433 نقطة لكل متسابق ما عدا تركي السبيعي، حصل على 333 نقطة. كلهم كل واحد حصل على 433 ما عدا تركي 333، لأن الشباب قبل جاهم 100. وابشر بالعوض يا تركي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، بيض الله وجيكم، نراكم إن شاء الله بكرة. بتكون معنا بكرة ولا؟ وإن شاء الله إن شاء الله. ندري الله أعلم. سم ألف تكسي مربع ميجي لغب شيء؟ لا 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 الوقت نسيت، انت اخرتنا في الوقت، راحت علينا 500. لا 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 عفوا عفوا، لحظه لحظه لحظه. انا حسبت على حسبت على حسب الثلاثه يا اخوي، لي يومين وحسب حسب الثلاثه. لا لا صادق، كل واحد 250 نقطه. اسف، بيض الله وجهك يا ريان. تستاهلون تستاهلون كل لحظه تستاهلون كل واحد لحظه لحظه دقيقه لحظه لحظه تعال تعال. كل واحد 350 نقطه مع ال100 ما عدا تركي سبيعي 250. تمام، كل واحد 350 نقطة. حلو، بيض الله وجهكم جميعا، بيض الله وجهك يا ريان. شباب بس اعترفوا، ريان هو اشرف على طبختكم. لا يا رجال، ريان هو اللي اخرنا، انا سالمين منك انا في الاحسن. صحيح، احنا اللي مضبطينك. ايش رايك يا ريان؟ والله عاد هو اللي هو اللي مضبطها. ريان مايكك افتحه. اسمع اول شيء، بيض الله وجه الجمهور، والشيء الثاني بيض الله وجه الشيف. ولا ريان الله يطول ابو داود. المتسابقين يحبونهم. مفلح انا ما احتاج اسال، انت شايف. اقول بيض الله وجهكم جميعا، والله ما قصرتوا. كل متسابق يا مشاهدينا الكرام حصل على 350 نقطة. فلاح العاصمي 350، مناحي الرجباني 350، ريان ابو حثرة 350، تركي السبيعي 250 نقطة. ألف مبروك لهم، نراكم مشاهدينا الكرام بكرة بتمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت غرينتش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله زميلي بتكون معي بكرة، بتروح الحائل؟ مرحبا ومسهلا، الله يحييك، هم الله يرضى. شريط النجاح وشد الهمة، الروح والعزم نبدأ والله الباني، معادل القمة ومن زالنا القمة يشهد لنا وقتنا. أنا ودي أعرف اللي ماخذ كتابي من هو. والله والله نداري ان طبختكم، الله ما في اي بخاري في الموضوع.